وصلت الحرارة نحو 30 درجة مئوية في العاصمة برلين، ومع ذلك احتفى الشعب الألماني ولأربعة أيام بكرنفال الثقافات السنوي. شارك في الكرنفال نحو 80 مجموعة لم يهتموا بلهيب الصيف، وقدموا عروضاً بهلوانية ورقصات متنوعة للحضور الذي بلغ عشرات الآلاف. امتلأت الشوارع بألوان الصيف، حيث كانت المجموعات المشاركة ترتدي ملابس تنكرية تعبر عن ثقافتها وعاداتها في الاحتفالات. الطقس حار جدا، وصلت درجة الحرارة إلى 32 كالبرازيل، لكن الأجواء رائعة. أعتقد أن هذا النوع من الكرنفالات فقط في برلين، إن لم أقطن هنا سأتي الاحتفال. كرنفال الثقافات أقيم أول مرة في عام 1996، وشارك فيه آنذاك شخصيات سياسية مثل رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية ريتشارد فون فايسكر. تشارك في الكرنفال مجموعات من شرق آسيا وأفريقيا وأوروبا وغيرها لتقديم عروض ورقصات شعبية، وبجانب العروض هناك مساحات مخصصة لبيع الأطعمة والقطع التذكارية.